طريقة طريفة ابتكرها القائمون على حديقة حيوانات شانغهاي للتخفيف من حرارة الطقس على سكان حديقتهم، فقد لجأوا إلى تقديم الأطعمة المجمدة كوجبات لهم، بالإضافة لتوفير المكيفات وأدوات التبريد للمساعدة على التخفيف من حدة درجات الحرارة. أوضح المسؤولون عن الحديقة أن مواجهة الحر الشديد باستخدام المياه والثلج طريقة متبعة منذ سنوات وتعتمد على نوع الحيوانات، فالحيوانات التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل دائم يتم تقديم الفاكهة المثلجة كوجبات لهم، بالإضافة إلى تقديم كميات أكبر من مياه الشرب.